لكل الأشخاص اللي عازمين وعقدين العزم على التخطيط لل 2016 ودخول 2016 يعني بهمة عالية وبخطة مستقبلية، هاي الفقرة هي مخصصة لكم، رح تستفيدوا منها إن شاء الله رب العالمين. الأستاذ عمر الجبر وهو خبير استراتيجيات ومفكر ومحلل استراتيجي راح يحدثنا عن هذا الموضوع. صباح الخير. الله يسعد صباحك. كل عام وانت بألف خير. انت بألف خير وصحة والسلامة. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورتنا أستاذ عمر بدنيا يا دنيا. يعني إحنا هلأ ثاني يوم بالسنة، لسه معانا وقت هيك نبلش نفكر ونخطط ايش بدنا نعمل بسنة 2016. نعم. كيف ايش معنا وشو بنقدر نعمل، كيف نقدر نخطط للسنة الجديدة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير وللمشاهدين، وان شاء الله تكون سنة خير يا رب علينا يا رب. عادة مفهوم التخطيط هو عبارة عن اتخاذ قرارات لرسم المستقبل. احنا بلغة العامية اذا بدنا نحكي انه كل انسان في حياته له أمنيات، كل يوم بيطلع بأمنيات جديدة، بيشوفوا هالنجوم على الشاشة، بهمهم يصيروا مثل هاي النجوم، بيشوفوا ناس حققت إنجازات، بهمهم يحققوا إنجاز في حياته. من هون إحنا بدنا نكون متفائلين. أول شيء، هلا عادة التخطيط بده يبدأ من الداخل. كل إنسان له بحياته مواهب، ولكن للأسف إحنا مش مكتشفين مواهبنا. بالعالم الغربي بيكتشفوا المواهب بعمر 6 سنوات. بعطوهم تست انه كل شخص انت شو تأثيرك في الحياة، وين انت متأثر. في ناس متأثرين في الرياضيات، في التحليل، هذول الناس اللي فور فيوتشر بيصيروا عندهم عارفين كيف الأرقام وكيف الحياة، فبتوجهوا من مصغره لتخصص هو حابه. احنا بالوطن العربي مش شغالين على هاي الأمور، عشان هيك احنا فعلا لازم نرجع للتأسيس والنشأة. حتى لو المدارس ما أعطتنا، خلينا إحنا نعطي لأبنائنا. أبنائنا بحاجة لأنه نعطيهم فرصة نشوف مواهبهم. يعني ابني خليني مرة أوديه على رياضة، مرة أوديه على محاضرات تفكير، مرة أوديه عشان أعرف وين ميوله للولد. ولكن للأسف إحنا إذا بنشوف الولد بنط بنقول له أقعد، ما بنعرف وين موهبته. فمن هون المنطلق اللي إحنا لازم نبدأ فيه. الآن إحنا نحكي بال 2015 انتهت، نبدأ بال 2016 ووصلنا للي وصلنا له. للأسف إنه اللي إحنا واصلينه يمكن كثير من الناس ما كانت تتوقع إنه نوصل لهذا الشيء، ولكن برضو الأمل موجود. إذا بدك تخطط بدك تعرف إنه غدا هو اليوم الأول في نهاية حياتك، فعشان هيك بده يكون لك حافز إنك تبدأ تخطط. نبدأ بموضوع سهل وبسيط، إنه أول إشي نحط شو هي أمنياتنا اللي هي بالعلم بنسميها الأهداف، وهاي الأهداف لازم تكون منطقية. يعني في شخص بيجي بيقول لك أنا خلال سنة لازم أكون عايش في أمريكا. طيب أنت خلال سنة بدك تكون عايش في أمريكا أو شو بدك تشتغل أو بدي أغير من حياتي؟ بدك تبدأ على طول بدراسة نقاط القوة اللي انت بتمتلكها ونقاط الضعف ايضا. بدي اعرف انه انا خلال سنة بدي اوصل لهدف معين، هذا الهدف عشان اوصل له شو لازم اعمل. انا بحكي لكم بلغة عامية، يعني دائما بحكي لكم هيك شغلة خفيفة حلوة، انه دائما بتطلع عمرتي دائما بتتابع المسابقات ونفسها تربح، ولكن للأسف بتشاركش ولا بمسابقة. كيف بدك تربح؟ فمن هون بتيجي انه في النهاية لما بوضع هدف بدي اوصل له لازم أوضع استراتيجية. نعم. هاي عادة بيستخدموها الاستراتيجيات في الملاعب، في الإدارة. نعم. في طب أستاذ عمر عفوا. نعم. أنا بدي أسألك، بدنا نحن نحكي عن النافذة اللي فاتحينها، نحن نافذة مباشرة مع زميلنا عبود علان وزميلنا أيضا حمزة أبو شويش، نشكركم جزيل الشكر من الصبح معنا، يعطيكم ألف عافية شباب. طلعوا يعني أنا يعني في مجموعة من موظفين رؤية على فكرة ناموا في مقر القناة لمتابعة كل الأحداث الجوية اللي عم بتصير، مشان ما حدا يعلق في الثلج وما يقدر انه يكمل شغله. وفي شباب معنا من 5 الصبح و6 الصبح، منهم عبود علان وحمزه ابو شاويش اللي حاليا متواجدين في شارع المدينه الطبيش، كلهم يئسوا خلاص ما في ثلج، وصلوا على السلط ما فيش وخلاص رجعوا. يعطيكم الف عافيه، شكرا جزيلا. نعم استاذ عمر تفضل. نعم فنكمل انه الاهداف بدها استراتيجيات لتحقيقها. واول استراتيجيه لتحقيق اهدافنا مثل ما حكينا ندرس احنا ايش في عندنا نقاط قوه وضعف. هلا من بعدها بده يكون عندي اراده،
كل الشعب الأردني بده يكون قادر أنه يحكي لغة إنجليزية بطلاقة، ولكن للأسف ولا حدا باخد دورة لمدة سنة. هاي للأسف بقول لك أنا باخد دورة في الشهرين بزهق بروح، تمام. ولكن اللي بدك تعرفه أنه لازم يكون عندك إرادة، والإرادة هي إرادة تغيير. وبرضه الشعب الأردني كله بده يصير غني، تمام. هل مستحيل يصير غني؟ لا مش مستحيل، ولكن الموضوع بده غير الإرادة كمان، بده تخطيط، تخطيط وبده عمل. يعني في مرة عملوا لقاء مع رجل أمريكي زنجي، فسألوه أنت كيف صرت غني بمنطقة فقيرة؟ قال لهم شغلتين، أول إشي قررت أني أصير غني، والله بقول له عادي ما احنا كنا مقررين. قال له لا لا أنا قررت، بمعنى كلمة قررت. والشغلة الثانية أنه أنا حاولت أني أصير غني. قال له طيب شو صار معك؟ قال له فشلت. قال له طيب؟ قال له بعديها حاولت وفشلت. قال له كيف نجحت؟ قال له بعد 26 محاولة. فهاي هي أنه الهدف اللي أنا بدي أوضعه، بدي أعرف أنه ممكن أفشل، لازم محطة الفشل تمر معي وأتعلم منها عشان أوصل لتحقيق الهدف. نعم، بجوز أستاذ عمر مرحلة وضع الأهداف هي من أصعب المراحل يعني. نعم. في حياة الإنسان في ناس كتير يعني بوصل مراحل كتير متقدمة في العمر وهو لسه بتسأل أنت شو بدك في الدنيا، يحكي لك أنا ما بعرف بالضبط إيش بدي. فشو النصيحة بتقدمها للأشخاص عشان بالفعل هو يتأكد أنه أنا هذا هو الهدف اللي بدي إياه؟ لأنه بتخيل هي من أصعب المراحل، يعني المراحل اللي بتيجي بعدها علميا أسهل من المرحلة الأولى، هي أنا فعلا هذا هو هدفي. تمام. هلا احنا بالنسبه لموضوع العمر، احنا العمر موضوع بالنسبه لنا احنا في عالم التخطيط هو لا وجود له، لا شيء، لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم غرس فسيله عند قيام القيام فليغرسها. فهاي بتعطي الامل دائما. في ناس عن عمر 80 سنه بغير بحياته، بغير بحياه عيلته واولاده. اللي بدي أحكيه إنه أول إشي لازم يحدد المجال اللي هو رايح له. يعني التخطيط لمجالات الحياة هي خمسة، اللي هي الموازنة للحياة. أول إشي لازم أخطط لأموري الجسدية. يعني غلط مثلا واحد زي ستيف جوبز كان وعمل ثورة ونقلة للعالم، ولكن للأسف اجتماعيا كان فاشل، الكل يكرهه، تمام. فلازم أخطط اجتماعيا، اللي هي العائلة، الأهل، لازم أعمل توازن. أيوة توازن بحياتي. غلط أنه أنا بس أخطط عشان المال، غلط بس أخطط عشان أنجح مهنيا وأنسى الحياة الاجتماعية. ما أهلي وأصحابي وولادي بحاجة إلي، وأقاربي، زوجتي، هذول لازم أخطط للنجاح لهم. الموضوع الثاني اللي هو العقلي، أنه أنا لازم أخطط أنه أنا في إشي اسمه مذهبات عقل، وفي إشي اسمه تطور. صح. بالبرامج والتدريب والمحاضرات والقراءة، هاي بتطورني. وفي مثلا الدخان والمخدرات والكذا، هاي لازم أبعد عنها. ما أنا لازم أخطط للنجاح وأخطط للإشي اللي بتعب نجاحي أو برجع نجاحي. مؤدي الصحة متلازمة مع العمل، يعني إذا في صحة في عمل، ما فيش صحة ما فيش عمل. مع الحياة الاجتماعية، فموضوع الصحة لجسدي، وموضوع العقلي، موضوع الاجتماعي، وموضوع الروحاني. احنا باختلاف أدياننا كنا بنعبد إله واحد. طبعا. إله واحد بحاجة انه نفرغ هذا الشيء عن طريق الصلاة، عن طريق الصدقة، عن طريق التواضع، الأخلاق. هاي كلها لازم أخطط لها وما أنساها، وهي بالمعاملة الحسنة، وهي بالمعاملة الحسنة. فهي أربع جوانب عشان تكون حياة متوازنة، والجانب الأخير هو نعم. الجانب المهني. صحيح. الجانب المهني، أنا لما بدي أطلع على الأمور أنه أنا بدي الأمور المالية، كلنا بنطلع لمعلومات، كل علم بيحكي أنه كل 3 سنوات لازم يكون دخلي ضعف دخلي الآن. ضعف. وهذا الحكي ترى ما بيصير إذا أنا بدي أظل موظف فقط. شغلتين، وهي نصيحة، اللي بدي أظل موظف هي لشغلتين، يا أنه حاط أمل وبشغال على تطوير نفسه أنه يوصل لرأس الهرم في مجاله، تمام، أو أنه إنسان مؤثر كالإعلامي كالمدرس. هذول الناس لازم، اللي عندهم رسالة، هذول الناس لازم يظل بمهنته، ولكن لازم يطلع أنه إذا بدي خطط أنه يعمل دخل آخر أو مشروع، لازم يخطط له أقل إشي ل3 سنوات. ما يكون مغامر، خصيصا بالمراحل اللي إحنا فيها. إحنا الآن في اقتصاد مشتعل، مرة فوق مرة تحت مرة كذا. صحيح. هاي الأمور لازم تتراجع كل 6 شهور.
لازم قبل ما أطلع وأستقيل من شغلي تمام عشان مشروع معين وأغامر فيه لازم أكون مخطط له لثلاث سنوات. والتخطيط حكيت أنا في حلقة سابقة مع الأخت رندا أنه التخطيط لأني أعمل مشروع لازم يكون له أساسيات صحيحة، أكون عامل دراسة جدوى صح، أكون عارف أنه هذا المشروع له حاجة ولا مش لا، مش مجرد مشروع مش خطر ببالي أيوة هيني معي شوية بالضبط مصاري بقدر أحطهم بالضبط. نعم أستاذ عمر، عفوا، الأهداف المطلقة أو الكتير كبيرة فضفاضة عامة، بدي أكون سعيد، شو هدفك في 2016؟ بدي أكون بالي مرتاح. الأهداف اللي كتير كبيرة وفضفاضة هل تؤثر سلبا على الشخص؟ لأنه يعني درجة قياسها بتكون في من صعوبة، يعني في صعوبة بمكان أنك أنت تقيس أنه كيف أنت سعيد. طب أنا هلأ شوي مبسوط، بعد شوي مش مبسوط، طب شو هي السعادة؟ يعني مفاهيم كتير عملاقة وكبيرة، فشو رأيك في هاي الأهداف؟ هلأ بالعلم الهدف لازم يكون له معيار عشان أحكي أنه هذا هدف، وأهم المعايير أنه هدف يكون كمي وهدف يكون له وقت وزمن. هدف يكون كمي انه اقدر اقيسه، مثل ما تفضل استاذنا انه هيثم بيحكي انه انا بدي اكون سعيد، انت بتحكي هذا مش هدف، السعاده هي عباره عن ايش؟ عن تعبير. نعم، تعبير عما بداخلي، ردة فعل احيانا بالضبط، ولكن الهدف لازم اني انا اوصل لنقطه هي اوصل للتغيير في حياتي، للتغيير، والتغيير هذا بحاجه لقرارات. فعشان هيك الشعار هو حياتك قراراتك، حياتك قراراتك، واللي غير قادر انه يغير في حياته وهذا غير قادر انه يغير لا في اولاده ولا في زوجته ولا في عائلته ولا في موظفينه. نعم. تمام. المراه بالبيت بتفكر انه ايش مهنتها؟ بس تصحى الصبح تطبخ وتزبط امور الاولاد. لا، هدفك في الحياه لازم يكون عندك انك تطلعي تنشئي نشأة متميزه. كلمه متميزه طبعا هاي رسالتك في الحياه. إذا ما كنت موظفة، وإذا كنت موظفة صار عندك رسالتين وربنا أعطاك القدرة على ذلك. صح. نعم. تمام. طب النصيحة اللي بتقدمها أستاذ عمر للأشخاص اللي بحسوا أنه هم بضعفوا أو بحسوا أنه الإرادة عندهم عم تتخلخل خلال المشوار، سواء من أول يوم أو بعد ست أشهر؟ تمام. هلأ موضوع إحنا عشان يكون عندنا إرادة لوضع أهداف وتحقيقها لازم نشحن نفسنا دائما. عادة الناس للأسف بضيع بين انه بضيع وقته بالسوشيال ميديا، بضيع وقته بي بي بي، ولكن مش عارف انه في النهايه انا اذا ما شحنت طاقاتي ما راح يصير عندي اراده. انا لما بدي اخطط لازم اخطط لسنه ولا ثلاث سنوات ولا 10 او 20 سنه على ورقه واحده بس. اكتشفوا في امريكا بعد ما درسوا ل 100 حاله تمام انه العشرة اللي خططوا وكتبوا خططهم وكانت خططهم اهدافهم، يعني خلينا نبسطها انه اهدافهم مكتوبة بكمية وعارفين ايش دي يعمل بعد سنة واشتغل عليها، اكتشفوا انه 96% من اللي انجزوا هم فقط اللي كتبوا خططهم. يعني برأيك قد ايه الكتابة مهمة؟ اني ما اتركها افكار بالهواء، اسرح انه اليوم جعبالي هيك بجوز بكرة لا انا اغير رأيي. بالضبط يا بنت الحلال، في ناس بتكتب قاعدة الورثة وبتكتب وناس تكتب خطة حياتها. صح. ايش هي بعد الموت؟ يعني انت بدك تكتب بعد الموت، انا شو بدي فيك بعد الموت؟ ربنا بيقوم فيك وبيقوم في الناس. انت اكتب مسيره حياتك. ما بتسمعوا دائما خارطه الطريق؟ كل الناس تسمع شو خارطه الطريق؟ خارطه الطريق خطه مكتوبه. انت بدك توصل لخطه مكتوبه بحياتك تمام، انه انا خلال سنه بدي أسير. أغلب الناس بالأردن بدهم يعيشوا في الخليج. طب أنت رحت وشفت الخليج شو بيعملوا؟ نعم. شو قدراتك بالنسبة لهم؟ لا، شو هيئت نفسك لحتى أنت تتأهل أنك عشان هيك أنا بدي أعطيك إشي اسمه أوصل إشي اسمه الرغبة والفرصة والقدرات. هذول الثلاثة لازم يجتمعوا تمام، اللي هم نسميهم رفق، رغبة وفرصة وقدرات. هذول إذا اجتمعوا، يعني الواحد لما بده يدرس تخصص، إذا درس التخصص اللي بحبه واشتغل فيه درسه واشتغل فيه وعنده له رغبة وعمل فيه عمل تطوع، هيك طلع كل قدراته. عشان هيك لازم الآباء يشتغلوا على أبنائهم على مبدأ الرفق. تمام. هذا اللي احنا بننصح فيه الآن في ظل التغيرات، انه أعطي فرصة لابنك، أعطي فرصة لابنك يطلع ميكانيكي، أعطي له فرصة انه يصير عنده أفضل الورشات ويدخل ملايين، مش هون، يمكن يعملها بأمريكا بس، ولكن اللي بحكيه انه أعطوا فرصة لابنك انه يصير المهندس مبدع. أنا أهلي درسوني برمجة. بعد ما خلصت دراسة البرمجة لقيت أنه أنا بتعامل مع شيء جامد،
أنا طبيعتي بحب المتفاعل أكثر، فلقيت أنه التوجه للمبيعات وبعد المبيعات للإدارة وكذا هذا هو شغفي. فعشان هيك على عمر 26 سنة استقلت من السعودية وكررت في 4000 دينار وقلت أنا بدي أفتح بزنس. وقبل 10 سنوات لما فتحت البزنس إشي من داخلي بحبه، وكنت كل ما أشتغل سنة أو سنتين يظل في بالي أنه إمتى أنا بدي أوصل أنه يكون عندي بزنس، وهذا البزنس يكون له أهداف بتساعد في التنمية. طب كتبت؟ كتبت أول شيء كتبته كان لوالدتي الله يطول بعمرها إنه أنا راح أغير من حياتي وبدي أستقيل، لأني خططت وجيت على الأردن، كنت أجي على الأردن كسياحة وأنا مغترب، ولكن كنت فعلا أجي وأخطط إمتى بدي أبدأ وإمتى بدي أشتغل. عشان هيك آخر إشي اللي بدي أحكيه إنه بعرف شو ضل معانا وقت ولا لا، ما ضل آخر إشي آخر إشي إنه تفاؤلوا بالخير تجدوه يا رب. ولازم يكون عندنا خطط للتغيير الدائم. مش كل الناس لازم يصير معاه دكتوراه، اللي بده يكون دكتور هو اللي بحب الأبحاث والتدريس، ولكن انت لازم تكون في حياتك فاعل صح. فاعل مع أولادك، فاعل مع مهنتك وشغلك، تقدر عامل انك لما بدك تيجي تعمل هدف بدك تطلع وتصير ثري ولا غني ولا مؤثر ولا ولا ولا، اللي هي الأهداف العامة للناس، لازم تكون انت قادر على انك توصل لهذا بالعمل. يعني حلو حديث متفائل هيك نبدأ في السنة، نفتتح أول حلقة من دنيا يا دنيا. متمنى أن الكل هيك يبلش من اليوم، من هلأ يمكن نجيب ورقة وقلم ونبلش نخطط، نشوف إيش بنحلم، إيش بدنا نصير، ولكن زي ما حكينا أهداف منطقية. نعم. على الموبايل دائما اكتبها. أيوة بالضبط، وظل يعدل بالضبط، نضل نعدل عليها. يعني نشكرك كثير أستاذ عمر جبير، بداية حلوة، بداية سنة متفائلة معك. شكرا لوجودك معنا. الله يسلمك يا رب. الله يخليك.